الطيف الايسر والشجاعي اصحابها سجل وحلاقي الصمام الاظهر بها الشكل واحد اثنين ثلاث ثلاث وريقه هاي وريقه هاي وهاي هذا المقطع القصير هذا بناخده لا بيفيدنا كثير نشوف شكل الصمغان وريقاته فيه مشاكل ولا لا عندي ثلاث وريقات وريقه في وريقتين اكليليتين وريقه لا اكليليه لما اقول اكليليه يعني شو يعني في شغلات اكليليه قريبه لنا وريقه امامية بتكون اكليليه يمنى يسرى بتكون اكليليه والثالثه بتكون لا اكليليه هي الخلفية. إذا يمنى جنب الشريان الكليلي الأيمن، يسرى عند الشريان الكليلي الأيسر أو الجيب الكليلي الأيسر، والخلفية اسمها الخلفية اللا إكليلية. سمينا الاسم تبع للجيب الكليلي يحوي الشريان الكليلي. مساحة الصمام 3 إلى 4 سم مربع من مساحة الجسم. هذه الوريقة المقطع المثالي، هاي الورقة اليمنى الإكليلية، اليسرى الإكليلية، ومن تحت اللا إكليلية أو الخلفية. طبعاً بينفتح الصمام أظهري وبينغلق حسب مدرجة الضغط ما بين البطين والشريان الأظهري. إن البطين الأيسر لازم يرفع الضغط لمستوى أعلى من مدرجة الصمام الأظهري عشان أفتحه، بالتالي أبدأ الآن بالفتح. لاحظ الورقة اليمنى الإكليلية جنب جيب الإكليلية أو الشريان الإكليلي الأيمن والثانية جنب الشريان الإكليلي الأيسر لذلك سميت بالإكليلية بينما الثالثة نو كوروني رايت كابسي كاسكي كما في التالي الآثار ستينوزيس ريجافيكيشن والداء إيسيس بالتضيق والكسور والتضيق والكسور مين بيقرا لنا البرزنتيشن؟ اقرا من عندي بسم الله واحد تفضل بالعربي بالعربي ترجمنا على السريع 66 العربي طبعا 66 مع قصه مع سواق فضي لسكري اتفاقه اتفاقه هناك الشحنيه الحميده عديد كثافه على صوتها وبديهم طبعا بدالي اجتنا بريزن اجى مع سله سله على الجدد نعم بدات من الشهور الماضيه وتصبح اسوء نعم عند المريض هاي تسمينيا من 8 اشهر عم تزداد التبريد واقع تسمينيا صار كمل هالزلمه شنو؟ هو المحسن بيمشي 2 ميل من السنه الماضيه لكن حديثا هو المحسن بيمشي لاقل من 100 متر يعني اكثر من 100 متر ما بيحسن بيمشي مع قصه الزله تفاقمت خلال هالسنه مع قصه الزله بالنسبه للادويه اللي اخذت الميديكيشن عمله تقييم بينزلوا ليزنوبرين سيمبستاتين انسولين كلوماكسي عنده الضغط 150 على 70 متر معدل التنفس لا العفو الضغط قد نهض 85 ما في شيء مميز المعدل الثاني عنده 18 بالدقيقة هاي ما في شيء مميز هو طبعا مريض مسن ذكر مسن ما في عنده أي مشاكل يعني ستريس أو تعب بفحص القلب جهد قصدي بالفحص الإكساء 3 من 6 عنده
نفخة انقباضية. انقباضية. سايستوليك مرمى. كمل. عنده ضغط سباتي. ايوه. ضغط سباتي ضعيف بطيء ومتأخر. بطيء ومتأخر. هاي ركز عليها. عنده خرافه وعنده وزنه. ايش دراك التشخيص التفريطي وما هي الخطوه التاليه؟ باعتبار نحن بالصمام الاظهري شفنا مجموعه من الاعراض. اول شيء شفنا عندنا زله وقصر في النفس علامتين، كل اعراض الصمامات هالاشياء. شفنا نفخه انقباضيه. شفنا كمان عند المريض النبض السباتي متأخر وبطيء، في له مسميات حلوة هذا المسمى. خراخر، برأيك ليش الخراخر صارت عن نوعي؟ أكيد صار عندي وزنة، معناته صار عندي مشاكل في البطين الأيسر. خراخر، وصار عندي وزنة في الأطراف أكيد ترافق مع قصور قلب الأيسر. هيك لازم نفهم. خلينا نشوف القضية. دكتور هون بالنسبة للأعراض ما عندنا شيء مميز. ما في شيء. التالي غير موضوع التاجي. قصور التاجي بالنسبة لنا ظهر الأعراض بين الفراغ كلها 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 ما في جميع جميع أعراض الصمامات واحد. زلة ضيق قصر نفس وزنة. أشوي تفرق بين كل صمام وصمام. أنا مجموعة من المعلومات على رأسي الأصوات والنفخات. إيش وضع إس؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة والنفخات. هاي بتميز الطالب الفهمان الفيزيولوجي. خلينا نشوف الستينوزس. إذا هو وجود عائق انسدادي أمام الانقباض للبطين الأيسر على مستوى الصمام الأظهر. الشيوع في الدول الأوروبية الصمام الأظهري المتضيق هو أشيع الإصابات. عندنا نعم. هذا لازم نفهمه. الأسباب كما في بقية الأسباب، أكثر الأسباب شيوعاً هو الصمام ثنائي الوريقة باي كسر الذل. العادة في الوريقة اللائقية كثير بنشوفها درستنا المقطع النظامي. إذا إحنا هاي يمنى ويسرى وهي خلفية، العادة في الخلفية. طبعا انا في عندي مريض موجود المقطع عندي في اللابتوب صديق لنا ممرض عم بيشكي من رح اشوف الشكايات الصمام التاجي شكايات الم خلافا لبقيه الصمامات. المريض قال لك في عندي الم بصدري عمره 26 سنه عم بيشكي من الم وصفه. عملنا له تخطيط ما عنده شيء اجى لعندي يعني قلت له حل على السماية يعني هالكلمه شو 27 سنة عم بشكي من ألم صدري. هو زلمة ممرض عندي بيشتغل بالعيادة المركز. عم بيقول والله حكيم في ألم. قلت له الممرض بس عملنا تخطيط له ما في شيء تخطيط له يا زلمة. ما السماعة في عنده نفخة انقباضية مسموعة 3 نسبة. تمام تذكر 3 نسبة. عملنا ايكو والله عنده نفخة. عملنا ايكو طلع عنده باي كاس صمام ثنائي الوريقة. ما بده مراقبة ما بين ما يجينا مرحلة بعد الصمام. طبعا من اسهل عمليات الصمامات هو الصمام الاظهري. خلافا للتاجي وخلاف الشرف. لاحظ انه الصمام ثنائي الشرف باي كاستيك بال شائع عند البشر 2-3% بنشوفه. بالعاده بيكون من شفتين بدلا من ثلاثة وهذا بسبب تضيق في مساحة الصمام. الاعراض في شيء مميز للصمام. بالعادة الصمام الأظهري ما بيعطيك أعراض مباشرة. يعني حتى إذا كان ثنائي الوريقات، في صمام أحادي الوريقات أنا ما شفته بس شفته بالفيديوهات. ما بيجيك بأعراض، الأعراض بيجيك بالصمام الأظهري بيجيك أعراض متأخرة، لكن إذا ظهر العرض وجب العلاج 100%، لأنه إذا ملح ما عالجت المريض خلال سنة بيموت. خلافا التاج. عندنا كورس دوائي كبير وعندنا علاجات مرتبه يعني وما بنعالج الا بارقام لتنزل تزداد
المساحة والجيب والقصور والتغير حسب، لكن الأبهر إذا بس ظهر أول عرض انتبه لازم تعالج مباشرة، لأنه في عندك نكس سريع. هذا بشوف المخطط شلون مريضنا خلال السنة بيتدهور إذا ما بيموت، يعني بالتحديد إذا ما تعالج. أكثر سبب شيوعا هو التضيق كالسيفيكيشن، وخاصة بنشوفه في الأعمار المتقدمة، ممكن تكلس في الوريقة. أحيانا بيجينا بعد الإصابة الرثوية، لكن الإصابة الرثوية في الصمام التاجي أقل شيوعا، الأبهري أقل شيوعا عن التاجي. نحن عندنا تاجي أبهري، الأطراف اليسرى أكثر من اليمنى، والتاجي أشيع أبهريا في الإصابة الرثوية. هذا شيء عام. أحيانا مشاكل أخرى التهابية في الدائرة الكروية والدائرة الكرياني وأمراض استقلابية، فرط نشاط جرات الدرع، زيادة الكالسيوم في الكوليسترول، ومجموعة من الأمراض الوراثية تاجر كالسيليت أورام، نوادر كثير. لكن أنا بهمني السبب الأول، السبب الأشياء هو الكالسيفيكيشن المتقدمين في الأعمار، والسبب الأشياء عند الصغار في العمر هو الصمام الثنائي الورقة. يكفي أشياء. يتراوح مدروس الضغط البطيني الأبهري في الحالة الطبيعية الفرق بيناتهم 2-3 ملم زيادة، لكن لما يكون عندنا تضيق راح يزداد المدروج هذا. يتناسب هذا المدروج عكسا مع مساحة الصمام. كل ما كان مساحة الصمام صغيرة كل ما زاد المدروج. بدك ضغط أعلى في الأبهر حتى تفتح الصمام الصغير المتضيق، كل ما كانت مساحة الصمام صحيح هو في تضيق لكن مساحته بعدها مقبولة 2.5-1.5 المدروج أقل. بس بدي أرجع شوي للتاجي، شو وضع النفخة في الصمام التاجي التضيق؟ والقصور؟ يا هل ترى في علاقة ما بين شدة النفخة ومساحة التضيق؟ واحد. النفخة على الإصغاء. ليش انا اشوف بالنسبه للأبهري بشكل عام 100%. بالنسبه للتاجي بيقول لك يعني النفخه بتدل على شده الاصابه، ما بتدل على شده، لكن بتقيم لك انه في سوء في الانذار، بس ما له علاقه بشده الاصابه. هلا هي لازم لزمن معين لحد ما تنكسر معاق الموبايل بتضل عم بتدل على هذا بالنسبه لما تنكسر معاق الموبايل بتخف. اي طبعا تضيق شويه. هذا بيهمني اكثر في الأبهري. في التاجي سواء بالنفخات في القباضية والانبساطية، الآلية الفيزيولوجية هي آلية متعلقة بأحجام الأجواف بشكل عام، يعني قديش حجم الأذين اليسرى وقديش وصلت لانكسار معاوضة وصار عندها فيها دايليشن، وقديش حجم البطين الأيسر خاصة في الانبساط في القصور. فبتعطينا نفخة قوة نفخة، رح تكون النفخة في البداية عالية عالية اللحم، عم تسمع، لكن كل ما تقدمت الإصابة رح تقل النفخة، رح تقل شدتها أو لحمها بالتحديد علميا. لكن في الأبهري في عندي خلاف، والخلاف هذا إنه النفخة رح تقيم لك شيء كويس. هلا شوف، طبعا أنا لما يكون في عندي قصور صماء تضيق صماء أبهري، معناته اليابطين الأيسر زي مجموعة من الفعاليات الفيزيولوجية والآليات تتغلب على التضيق اللي قدامك. أول شيء لازم تزيد في التخاني حسب قانون لابلاس، لازم تزيد في التخاني في الجدار. إذا كان في عندي تضيق صمام أبهري لازم أزيد الضغط ضمن جوف البطين الأيسر لأعلى من ضغط الأبهري، لازم أرفعه أكثر من الطبيعي. هذا رح يسبب لي مع تخاني في الجدار رح يسبب لي لاحقا توسع في البطين، ولذلك رح أشوف قصور بطين أيسر مرافق. سوء وظيفة انبساطية، زيادة في التخاني في جدار البطين الأيسر ونقص المطاوعة أيضا الانبساطية، لأن البطين الأيسر لما البطين الأيسر عم بيجي الدم للانبساط من الصمام التاجي، توسع البطين الأيسر ضخ الدم باتجاه الصمام الأبهري، ما رح تدفش الكمية المناسبة لأنه في عندك ستينوز تضيق، رح يتراكم الدم في البطين الأيسر. بالدورة اللاحقة رح يزداد التراكم، بالتالي رح يصير عندي انبساط زيادة، رح يصير عندي سوء وظيفة انبساطية.
لمرحله بيفشل البطين الايسر انه بيزيد من تمدده، بالتالي صار عندي سوء وظيفه مستطيل، صار عندي قصور. المراحل الاخيره المرحله الاولى هي شلون الاليه ما راح تكون يعني كلها تدريج سواء، اليه تدريجيه. التدريج الاول انت في الانبساط جاي الدم ملائم، لكن في الانقباض ما دفش كل الدم. المرحله الثانيه تفتش الدم كله وترفع ضغط اكثر. طيب المرحله اللي بعدها كمان اجاني دم ورجع دم، جاني دم بالبطين دفشت، راح يتم عندي دم في البطين الايسر. زاد الثخان البطين حسب قانون ستارلينك مثل براسه انه كل ما زاد الضغط فيه بيدفشوا، اخر شيء راح يدفشوا ما راح يتم عندي دم. لكن مرحله مرحلتين ثلاثه راح يصير عندي قصور، راح يصير عندي قصور بالوظيفه. اول شيء 100% ثخانه في الجدر، هاي بنشوفها الكويه كثير. لاحقا راح يصير عندي توسع في الجو البطين الايسر. الدايليشن حكما جدا حكما. طيب من اهم اعراض قصور او تضيق الصمام الابهري هو الالم الصدري خلافا للصمام الكوجي بسبب نقص الارواح في مرحله الانبساط، وهذا ما شفناه في الصمام الكوجي لان الشرايين الكبديه راح يصير عندها نقص كميه الاكسجين للعضله القلبيه بحد ذاتها، لأنه البطين الأيسر ما أعطى كمية الدم المناسب للتضيق لوين؟ للمحيط وله. يعني أنا البطين أنت اللي بتغذى، قالوا أنت اللي بتغذى في مرحلة الانبساط. إذا أنا في المرحلة الأولى ما دفشت الدم المناسب، مو طبعاً مو مباشرة، مرحلة مرحلتين ثلاثة عمر يعني. ما دفعت كمية الدم المناسبة لما بعد الأظهر، للأعضاء كلياتها. راح تخف بما فيه ترويض القلب في مرحله الانبساط، لما صار عندي سوء وظيفه انبساطيه وصار عندي قصور قلب. بالتالي المريض ايش راح يحس؟ بالم صدري. من اشيع الاعراض اللي بنشوفها عن مرضى الصمام الابهري هو الالم الصدري. راح تتوسع الاذين اليسرى. راح تتوسع الاذين اليسرى لاحقا نتيجة ارتفاع الضغط ضمن البطين الأيسر، وهذا بدور ارتفاع الضغط في الأذين اليسرى، بالتالي يعطينا رجفان بيني، لكن ما هو شيء أكيد. بنلاحظ عندي تضيق صمام أظهري لسبب معين، شو بدك؟ رتوي كالسيفيكيشن صمام باي كاسكت بيل، زيادة في الحمل البعدي بسبب التضيق. حكما الحمل ما بعد الأظهر رح يزداد، بالتالي نقص حجم ستروك فاليوم، حجم القذف راح ينخفض عند التضيق، قلت كمية الدم المحيط. بالتالي راح يرتفع الضغط ضمن البطين الأيسر للتغلب على البطين الجوارح فيزيولوجي، بالتالي قل الإنتاج، هذا زاد في التخانة، شوف الآليات كلها متراكبة. زاد في التخانة. بالتالي راح يصير عندي نقص في قدرة البطين على المطاوعة والتمدد. استيعاب الدم، بالتالي صار عندي انخفاض في ضغط نهاية الانبساط، صار عندي سوء وظيفة انبساطية، صار عندي ألم صدري إصابة إكليلية، نقص التروية في القلب في مرحلة الانبساط، صار عندي نقص تروية يسموها تحت الشغاف هي نقص التروية الإكليلية، بالتالي عودة الدم باتجاه الأذين اليسرى ونصير بين توسع وبالتالي انخفاض ورجفان الأذين. آلية فيزيولوجية كاملة تقريبا الآلية واحدة على الصمامات، لكن الصمام الأبهري مميز بشيء إنه الألم الصدري. نقص التغيير دكتور اليوم بهالمراحل كلها البطين عم بيحسن بشكل طبعا البطين دائما سواء في القصور او البطين ذكي بيتغلب على التضيق وعلى القصور اتجاه جوفيه لكن لمده زمنيه بتنكسر المعاوضه بيكون ليش البطين ما راح تتوسع؟ زادت نتيجه فرق الضغط الكبير ضمن جدار البطين الايسر لما يرتفع الضغط في البطين الايسر راح يزيد مدرج الضغط ما بينه وبين الاذين اليسرى بالتالي الاذين اليسرى حكمه راح تتوسع، راح يصير عندي سوء وظيفه. وهون بسبب انه يصير انسداد للصمام تاجي. نعم. بالتالي راح يصير عندنا قصور صمام تاجي. راح نسمع هلا نفخ قصور تاجي نتيجه ارتفاع الضغط او فرق المدروج ارتفاع الضغط ما بين الاذين والبطين بالتالي صمام تاجي راح يصير فيه قصور، راح نسمع اكثر من نفخه وعلى راسها نفخ قصور صمام تاجي. طيب. الاعراض لازم افهم الاعراض واعرفها. وكثير شائع الاعراض، اول عرض اشياء عرض هو الغشي القلبي.
شاب 25 سنة لما تقول شاب ذكر 65 سنة ألم صدري مفاجئ مع غش غياب عن الوعي. أول تشخيص له بعد نفي الإصابة الكبيرة تغير الصمام أبهر. شاب 26 سنة ألم صدري مع غشي بشكل مفاجئ وغياب عن الوعي. أول تشخيص تفريقي له اعتلال عضلة قلبية ضخمة تحت خدوع الدكتور نادر. الغش القلبي شائع في مرضين، اعتلال عضلة قلبية ضخامة، تضيق صمام أبهري. لكن تضيق صمام الأبهري بنشوفه في الأعمار المتقدمة، بينما الغش بنشوفه عند اعتلالات الشباب. وهذا السؤال دكتور نادر أعطيه باستمرار يعني. رأيك سؤال. الزلة خناق الصدر أعطانا ألم صدري. عم نلاحظ زيادة التخانة في جدار الفمين الأيسر، زيادة كمية زيادة حاجة الجسم للدم، بالتالي الأكسجين والجلوكوز رح ينخفض في الأعضاء، وعلى رأسي يمين القلب، بالتالي رح يصير عندنا ألم في الناس. خلينا نشوف الإصابة. في عندي شيء اسمه التاكوس والباربوس، لازم أعرفه. النبض الهضمي أو المنخفض، يعني اسمه المنخفض والمتأخر. تاردس باردس هذا بنسألوا عليه كثير طلابنا، وين بنشوف النبض الهضبي؟ النبض الهضبي ينتج بسبب قساوه الصمام، يتطلب البطين الايسر ضغط كبير فيه لفتح الصمام. طيب انا عندي صمام ضيق، لازم ارفع الضغط في جوفي بشكل عالي ومفاجئ لادفع الدم باتجاه المحيط. راح افتح الصمام في اللحظه الاولى، ما فيني اتغلب عليها. لذلك النبض بتحس ايدك انت اخذت الصوت القلبي الثاني، يعني اسف، حطيت ايدك على النبض، سمعت الدفقه طلعت لكن النبض ما وصل للمحيط. هذا اسمه نبض متاخر، وهذا بالرسم بمخططات النبض. بس دقيقة. وهذا النبض ايضا راح يكون منخفض الكميه، يعني منخفض حجمه راح يكون منخفض، فبنسميه تاردس باربوس. يعني انا اذا كان عندي تضيق في الصمام ورفعت الضغط في البطين الايسر ضمن جوفي، راح افتح الصمام لكن راح ادفع الدم بشكل قوي؟ لا، فراح احط ايدي مباشره على النبض، الاقي النبض اتاخر عن الصوت القلبي، ولكن النبض ضعيف او منخفض في الستروك الحجري، وهذا مميز جدا. راح اشوف هلا بعد شوي بالحصول في ميزه اكبر. تفضل. اعتقد انه شو اسمه النبض الهضري، يعني لما ارتفع تدريجيا النبض وبالتالي القطع بياخذ زمانية اكثر لاقرار المصدر. وبالتالي انه نحن راح نشوف مول وصعود في جهه الزاويه في البدايه، القرارات ممكن نشوف فيه يعني بشكل هضري. بشكل هضري، نعم. فاسم هذا النبض التاردس بالباردس، في فيديو هلا بنعرضه. ضربة القمة راح تشتد بسبب ضخامة البطين الأيسر. النفخة، مجموعة من النفخات، لازم أعرف النفخة، برأيكم النفخة ايش راح تكون؟ أكيد لأنه في مرحلة من البلاد، وين نسمعها؟ في الكورة الأبهرية، وهذه النفخة إذا النفخة لكوس لحنة عالية بتنتشر بالسباتيات. يدل تزايد النفخة باستمرار على زيادة التضيق، وهذا الشيء مميز للصمام الأبهري. لاحظنا هون انه علاقة النفخة مع مين؟ مع شدة التضيق. في شيء مميز، اذا انا اخذت هاي شو اسم المرحلة؟ أنا مهتم أسمع النفخة في مرحلة الانقباض. المرمط إذا سمعته في بداية الانقباض هو تضيق خفيف ما يبقى مدرك، لكن إذا كانت النفخة متأخرة
تسمع انا قضيه عندك شديد سي بي سي بي لحن النفخه اذا كان اللحن عالي شديدها يعني مميزه بالقضيه لكن في الاخر ماشي كان بالتاجي ماشي ماشي وان شده النفخه لا على لكن في تضيق الفصول لكن في الاظهر مميز جدا فيدل ازدياد النفخه باستمرار على زياده التضيق ونحن وش اكتشفنا بالبرزنتيشن ايش كانت النفخه عنده مريم؟ مع ثلاثه بسمعها ولا ما بسمعها؟ تسمع بسهوله لكن بدون فرق بدون حريق لكن في الرابعه اجمع مع حريق الصوت الثاني ايش وضعه؟ راح يكون اكيد خافض صوت الغلاء عندك صمام سواء كان متكلس ولا كان متضيق ولا كان رتوي نحن نعرف ان الاس 2 هو غلاء الصمام الابرز بالتالي الصوت راح يكون خافض قليل وخاصه في التكلس الشديد طيب المميزات ايضا لازم اسمع اس 3 ولازم اسمع اس 4 طبعا اس 4 انا ما اسمع استريم السرعة خاصة يعني لما يكون مريض عنده فايليشن في الصوت الشديد بعض الأقاليم تسمع السكرين تسمع على قمة القلب وهي صوت انبساطية تسمع لازم تسمع اس 3 واس 4 هذا دل على قصور القلب ومن علامات قصور القلب سماع الأصوات القلبية الإضافية يدل سقوط الصوت الثاني مع وجود نفخة شديدة على وجود تضيق أظهري شديد كمان لما يكون الصوت الثاني يعني الصوت الثاني هو صوت مميز لما بيكون خافض معناته تضيق شديد. صار عندنا هون بالاظهري شيء مميز. شده النفخه او اللحن وكمان سماع او خفوف اس 2 هذا له علاقه بشده التضيق. ماذا ننسى هذا؟ محطوط تشريح خط احمر لانه راح ينسال عليه. صورة الصدر راح نشوف توسع في الأظهر الصاعد تكلس الصمام نازل تخطيط القلب ما في شيء مميز تخطيط القلب صراحة ما عدا ضخامة الطين أيسر نشوف القارئ على مخطط الطين الأيسر أحيانا الحصارات شغلات مو أساسي مو أساسي الوسيلة المشخصة طالما بلشت الوسيلة المشخصة إذا في عندي تضيق صمام أظهري مساحة الصمام الطبيعية من 4 ل 6 أول شيء النفخة شو هي؟ ثاني شيء صوت الاس 2 ثالث شده النفخه تتعلق ب زياده التضيق او شده التضيق وهذا اس الثالث ايش هذا؟ موجود اس 4 تمام موجود بالنسبة للإس إيه شيء مميز أكثر شيء تفاعل أجواب الإنسان نشوف على الأقل إيش كمان في على شيء مميز بالأخري أشيع سبب عند الشباب هو فيروس الأطفال أشيع سبب عند المتقدمين في الأعمار هو كانسر هذا الشيء مميز بالأخر طيب ايش بيفيدنا ليكو؟ بيفيدنا حددنا شدة التكلس وإذا كان في عندي تخانة في البطين الأيسر وقديش التخانة هذا صار فيه فشل بحد إذا كان في عندنا مشكلة أيضا بالودين اليسرى
بشوف الوظيفة الانقباضية والمؤشر جيد جدا فينا. إذا كان عندنا سوء وظيفة انبساطية أيضا تبين عنا وسرعة الجريان. هو بشكل عام نفس المساحة. خلينا نشوف شيء مميز بكويا. أنا لازم أحسب سرعة الجريان عبر الصمت. نحسب الجهاز لحاله بمعادلة. إذا كانت أكبر من 4 متر في الثانية فيدل على تضييق شديد. أول رقم يعني السرعة أكبر من 4 متر على الثانية. أنا لاحظت الغاز عليه يعطيني مباشرة. ولازم أشوف مدروج الضغط ما بين الأظهر والبطين الأيسر. إذا كان المدروج أكبر من 40 تمام تحت تضيق الشد. صار عندي رقم أكثر من 44 على أربعة حلوة بينهم 44. إذا كان مساحة الصمام أقل من 1 أربعة أقوام أقل من الاسم. إذا تكون السرعة عبر الصمام أكثر من 4 ومدروج الضغط أكثر من 40 والمساحة أقل من 1 سنتيمتر مربع من مساحة الجسم، هذا اسمه شديد. طبعا أقل من نص صفر فاصلة ستة شديد جدا. يمكن الأظهري أقل من 1. قديش كان إنتاج الشديد؟ أقل من 1. وهذا أحدث تحديد. طبعاً هو 6.6. نحن بنعتمد الواحد حكي؟ 1.1 بس. إذا إيكوياً مجموعة من العلامات بتفيد حتى بتفيد إذا كان الصمام بايكاسكت ولا تريكاسكت ولا صمام أحادي وريطان. والتخانة والوظيفة الانقباضية. لكن أهم شيء لازم يعطيني السرعة عبر الصمام وبيعطيني الممال المدروج يعني وبيعطيني مساحة الصمام. طبعا في عندنا أرقام نحن أخرى يعني كثيرة ما بس نقول، لكن احنا بيهمنا المدروج. إذا المدروج إذا كان أكثر من 40 مميز، أقل من 20 خطير. يؤدي نقص الحجم القذفي الانقباضي إلى نقص المدروج رغم وجود كفاءة انقباضية وتضييق صوتي شديد، وبالتالي لن يكون مدروج الضغط الوسطي مرتفعا. يؤدي نقص الكسر القذفي الانقباضي بشكل ملحوظ إلى نقص المدروج رغم وجود تضييق شديد. أحياناً الطبق اللي استعملوه القسطرة القلبية واختبار الجهد. هاي وسائل كلها مساعدة. طيب هلا نشوف إمتى بنستعمل بس اختبار الجهد؟ إذا كان المريض عنده تضيق أظهري شديد لكن ما في أعراض. وين استعملنا نحن في التاجي؟ تمام إذا كان تضيق صمام تاجي شديد لكن ما في عنده أعراض. لازم نسوي لهم اختبار جهد. إذا ظهر عندي أعراض أفكر بالخطوة اللاحقة. تضيق الصمام التاجي يكشف سكة، يعني ما إنه والله يجيب الأعراض بشكل مفاجئ. لا، يكشف سكة مثل ما شفنا صاحبنا عنده نفخة انقباضية عملنا له إيكو طلع عنده تضيق صمام. نسبة الكتلة البطين هذا ما بدي اياها لكم.
لا 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 والبيئة الثانية أقل من 50% فهذا إنذار لازم إنذار. وإذا كان الضغط الرئوي أكثر من 60 كمان إنذار. يعني بس لازم إذا كان في عنده رجفان وزيني إذا كان الضغط الرئوي أكثر من 60 فهذا إنذار. إذا كان الرئة فقط من 50 إنذار. إذا كان عندي أي رجفان وزيني إنذار. بشكل عام لما مريض التضيق الصمام التاج والأبهري ما بيصير رجفان وزيني إلا يكون مريض التضيق شديد وعرق. فحتى الدراسات الجديدة قالت من كان في رجفان وزيني بدل. ما بيهمني الدرجات، لأن الدرجات صارت مجموعة من الأرقام. النظام التركي أقل من 50 أقل من 40 ليه أقل من 50؟ الرئوي أكثر من 60. العلاج بس تحط أنا هيك سلايد تكلس عند المتقدمين في الأعمار أو إصابة من حمر الجوية. هذا شوف النفقة هون هاي اسم واحد اسم اثنين. إذا كانت النفقة متقدمة في التضيق مبني الراس تأخرت هي حسب مساحة يعني لحنة إذا كان في بداية السنة أول أسماء تضيق المنشأ. عم بلاحظ إنه النفخة لوين بتطلع باتجاه السبات شفتها؟ شدة النفخة إذا كانت النفخة سمعتها عالية منخفضة معناتها مريضة دخل في سوء. Diagnosis is usually confirmed by echocardiography.
جراحية خالية طبعا. إما تنصية أو تبديل. Especially for aortic stenosis or aneurysms without tech. باللون الاصفر النفخه في بدايه الانقباض، فاذا كانت في بدايه الانقباض الضيق يكون خفيف، لكن اذا كانت السلايد اللي بعده اذا كانت النفخه متاخره فالضيق شديد. فشكل النفخه فيها دور كبير ومميز. عباره عن مقطع هون في الايكو يوضح لي تضيق الصمام التاجي. تحسن احسب المساحه معنا من خلال الايكو. ملاحظين الصمام اسف الابهري، ملاحظين الصمام الابهري اللي مبين الماوس عندي قديش في كالسيفيكيشن وهذا عن منطقه ميك الاعراق. هذا مقطع قصير بلاحظ الصمام بورقتين فقط. هذا شفناه فصلت الشاشه فصلت الشاشه شو كهرباء واضحه. هذا مقطع قصير عم بشوف في عندي ورقتين فقط. هون بنحسب عن طريق الجهاز، هو بيحسب لك تضيق العدد بيكون الموجه سلبيه، احنا بناخذ اقصى موجه بنشوف السرعه، اذا كانت السرعه يعني العدد بناخذ الموجه بتطلع موجه سلبيه، بنحط السرعه بالجهاز هون بيعطيني السرعه قد ايش، مثلا السرعه اعطاني اياها هون 5 متر في الثانيه، هذا تضيق شديد. والجهاز لحاله بيحسب. فينا ناخذ الميجريديان يعني مدروج الطلب كمان بنحسبه من هون في ماكس وجي ماكس مجموعه من الارقام. هذا الجدول مساحه الصمام اقل من واحد سي في من واحد لواحد ونص متوسط، اكثر من واحد ونص يكون خفيف. السرعه بتهمني السرعه اكثر من اربع شديد، من 3 إلى 4 متوسط، 2 إلى 3 خفيف، ومدروج الضغط أكثر من 4. إذا الثلاث أرقام الأخيرة بهموا كثير. الثلاث أرقام الأخيرة، السرعة أكثر من 4، أكثر من 4، أقل من 4، 4 من 40، ما بنساها. هذا المقطع عم بنلاحظ سرعة جريان كثير عبر الصمام. عم يحسب هلا بيحسب الجهاز هو بيحسب. شوف قديش السرعة. في عندي موجة تضيق. حسب السرعة تقريبا، السرعة فاتت ونص تقريبا، يعني وصل. سلايد هاد خلينا بس هيك حطيت له بس مشان اركز. مريضك ممكن بيجي من عمر يوم الى 60 يوم بدون اي عرض. ظهور اول عرض ظهور لازم انت تحطه في الحسبان. لعمر 60 خلال 3 سنين ما يجي مريض تنكس مباشرة مريضك تنكسر معاوضة ما انتحر. فبقول لك ظهور أول عرض بدل على الإصابة صارت شديدة. لأنه هو بكس مريضة. فبتلاحظ من يوم صفر ليوم 60 ما في عنده ولا سنة. من يوم صفر يعني من أول يوم ل 60 ما عنده أي عرض. خلال 3 سنين 63 مريضك مات إذا ما عالجته بالتدخل بالظبط. هذول المختصين. طيب نرجع لسلايدنا.
علاج الدوائي واضح السلايد واضح؟ لا ما الميديكيشن علاج دوائي ما له اي فائده، ما اثبت اي فائده صراحه. العدمي ما بنعالج، ظهور الاعراض بنحول على الجراحين، توسع او بدل، بقول لك مدرات تعطيها بحذر، بيجوا فيه مشان الوجبات خاصه، موسعات مشان نقص التربيه اللي عم بتصير، انا ما فهمناها، حاصل بدك مضاد للسرطان، ما في دواء، ما في دواء اثبت تعريفه 100% كما في الاصول الصماء. علاج الاساسي وليس التداخلي تبديل الصمام او توسيع الصمام. توسيع الصمام بالبالون خاصه عند الشباب يعني ونتائجه جيده خلال 10 سنوات، لكن رح يصير عندنا قصور بالتالي رح نبدل الصمام. عند البالغين يعني يعتبر حل مؤقت حيث ما يكون المريض جاهز للجراحه، يعني علاجه على اساس علاج جراحي بصراحه. شروط التوسيع مثل التاجي لازم ما بيكون متكلف وما بيكون التضيق مرافق بحصول شديد نفس الحكي، وان لا يكون التضيق تحت اظهري. في عندنا تضيق صمام اظهري، في تضيق صمام ما تحت اظهري. يعني تحت اظهري انت اذا تدخلت وسعت الصمام تحت الاظهري دخلت مريضك يعني الى زال الرف زال الغشاء مشكله كبيره خلخ الاظهر معه. بالتالي هاي الشروط لازم نحطها في الحسبان، لكن العلاج الاساسي صراحه هو علاج جراحي في التضيق الشديد والعرض. برجع اقول تضيق شديد وعرضي، تضيق شديد وغير عرضي، لكن المريض يسوي مجازات كثيريه. مريضك بيستوي عمليه قلب مفتوح، شفت انه في عمليه تضيق صديد لكن ما عنده رغبة ابدل الصمام تبعه. خلص فتحنا وفتحنا. تضيق شديد وغير عرضي لكن المريض عنده عمل جراحي على صمام ثاني. هي اهم ثلاث استطابات مطلقه. طيب خلينا بس نركز هون كمان، استطابات نسبيه للجراحه. تضيق خفيف ومتوسط ولد المريض احد الاعراض التاليه: هبوط ضغط او اضطراب في النظم على راس رجفان ودينه. تبدل حتى اذا كان تضيقه خفيف. اذا نقصت او انكسرت الاي اف، عم نلاحظ الاي اف تحت ال 50 والضغط الرئوي ركزوا على فوق ال 60، لازم ابدل. وعند الانثى اللي ترغب في الحمل وعندها تضيق خفيف لمتوسط راح تبدل الصمام لاحقا. لا بس واذا كانت سرعه التضيق او سرعه الجريان المتضيق اكثر من 40 وما اكثر من 40 لازم ابدا. طبعا اكثر واكثر الضغط الرئوي اكبر هو استطابات اكثر الضغط الرئوي اكبر من اكثر من 40 اكبر من 60 هو 60 يعني ما بنرضى 40 بس هو العادي 60. الممال لازم اكثر من 40 والضغط الرئوي اكثر من 60 أكثر من أربعة لازم تبدل. الأرقام اللي حطيت لكم إياها الأولى هي الأساسية. هذا الصمام الأظهري كتضيق. الصمام الأظهري كتضيق صمام جراحي قطعا جراحي. والجراحة استطبابات لازم أعرفها إمتى وكيف أحط الأرقام اللي بتهمني لتبديل الصمام. الأرقام الأساسية: مساحة الصمام، الممال مدروج، والسرعة أهم شيء. هذول ثلاث أرقام ما بنساهم، لكن في أرقام نسبية لما تكون الـ EF تحت الـ 50 لازم أنتبه. ذكروني بالـ EF الصمام التاجي في حالة قصور 40 ذكروني بقصور الصمام التاجي تحت الـ 50 انت انا بفكر بالتبديل او اصلاح الصمام التالي لما تحت كسر الغطي تحت 60 60 60 عم لاحظ الصمام الاظهري تحت ال 50 لازم تحت
في القصور طيب هلا جايك في القصور القمري شو عم خبطك بيناتهم بين ثلاثة قديش كان بس قديش كان قطر نهاية الانقباض في البطيط الأيسر في حالة قصور الصمام القمري إذا فكرت بالتصريع 4 سم أكثر من 5.4 سم 5.4 سم راح قديش كان في الاي اف اذا نزلت تحت 60 رقم هام جدا 60 بالدراسات القديمه بقول لك تحت 50 برضه للاباري لكن بالتحديث الجديد 60 حصلا بالتاجي قديش التاجي في حاله التضيق الاباري في حاله التضيق 60 جايك القصور شوف راح يصير عندك 4 ارقام ولازم تحفظها لانه هذا السؤال متكرر الاي اف لما بتنخفض بساوي تداخل جراحي ولا لا؟ بصلح الصمام ولا لا؟ لو تجيك مسألة يا عين وتكون الـ EF 60 للـ 65 لسه عندك ضارب موال صافي ما عندك أي مشكلة لكن زاد صمام أبهري والـ EF كانت 60-55 كمان ضارب موال لكن إذا كان صمام تاجي ما فيه 60 لازم تداخل 60 اقل من 60 59 تدافع وفي مساله كمان جيه دراسه السنه الثالثه كان رقم 59 ايش بيساوي طلع المريضه لا صلح الصمام ناخذ استراحه لخلص الفصول برجع الصمامات ارقام استقبالات جراحه ارقام استقبالات جراحه اي كل الصمامات مو هلا مو عندي راح تنسالوا عليها هلا خمس السادس ولما تصيروا اخصائيين قديش استراحات اللي 4 خلص كويس قديش اللي هي 60 ولا كذا هيك الصمامات ارقام يعني نحن نعتمد كثير على ارقام الصمامات خلص ما في استراحه الحمد لله لما تساوي أي فعالية تحصل في النفس وعدم ارتياح تحصل ضغط هارت ريت نبض 120 70 شو النظر ما عندك ضعيف صار طيب فهذا حوقف شوي وأسألك ايش عم تلاحظ شيء مميز بالاكزامينيشن الفحص ما سمعت ايش الفحص بالاكزام ايش الشيء مميز بالاكزام ايش لاحظتي لا بالفحص قال لك الضغط 120 على 40 ايش لاحظتي بهالرقم ايش هو عمان في فصل ما بين الانقباض والانبساط مميز الرقم هذا كل مرضى القصور رح تلاقوا اشياء مميزه طيب بالله هذه البرتقالي بسكراسين متناقصه نفقه انبساطيه بكريس لازم على كل الماضي كمان في عندي شغله مميزه في عندي لغط على مستوى الشريان الفخذي فخذي هلا بشوف لغط هي نفخة إذا حطيت السماعة تسمع في شيء لغط وزنات ايش التشخيص ما هي الخطوة التالية نحن هلا بتصوير الصمام هذا خلينا نشوف الريفرتيشن طبعا من الأمراض الشائعة جدا اللي نحن بنشوفها في العيادات هو قصور الصمام التالي وقصور الصمام التالي أكثر التضيقات نشوفك فيه كما أسلفنا أسباب كثيرة جدا تنكسي خاصة في الأعمار 40-60 رتوي في الأعمار الصغيرة التهاب شغاف
أسباب خلقية وهو السبب الأكبر إذا وصلنا في ثنائي الشرع. فعرفنا هلا ثنائي الشرع ممكن يصير عنده ستينوزز وممكن فصول. غالبا ما يتراخى فصول الصمام الأبهري مع التوسع في جذر الأبهر الصاعد. كمان أيضا في تضيق الصمام الأبهري راح نشوف بعد إمراضية قليلة راح يصير عندي جذر الأبهر متوسع. لذا لازم أخذ جراحة لما بيكون عندك آفة خلقية صمامية بالتحليل أو مشكلة صمامية على قصة الصمام الأبهري لما تبدل الصمام مش راح تبدل. لازم تبدل جذر الأبهر المصاب. ما بصير أنت جمال الجراحة بدل الصمام الأبهري بنسوي الجذر. فهتدخل المريض في انتكاسات خطيرة وعلى رأسك تسلقات وقصور قالب لا. فأنت لما تدخل على الصمام الأبهري شفت الجذر متوسع أو متضيق فيه مشكلة بشيل الصمام والجذر. لأنه عملية الأبهر عملية بسيطة ممكن تحتاج برجع. في البلاد المتقدمة السفلس صابات التونسية ربتاكا ياس متلازمة مارفان حكيناها متلازمة مارفان في المحاضرة الأولى أنها بتكون فيها تمام العصابة عديدة وعلى رأسها إصابات الكشكول قلبية هو قصور صمام أبهر. اللي بده يحفظ المحاضرة الأولى قبل ما أدخل بس مسحنا الدور لحنا مسحنا طيب يلا مسحنا أنا عندي قصور صمام أبهري معناته عبارة معناته كم عم يصير عنده ارتجاع ارتجاع البطين الأيسر بالطيب البطين الأيسر راح يكون فيه فشل فبيزداد الحمل الحجمي على البطين الأيسر أثناء الانبساط وبالتالي البطين الأيسر راح يزيد من قوة القدم حسب قانون الداروين هذا راح يؤدي لتخانة وبالتالي قصور الآلية لم تختلف. في قصور حاد في قصور مزمن. قصور الحاد يجينا اغلب شيء نتيجه صدمه قلبيه وعائيه او احيانا حتى بعد الوضوء بالتالي في المريضة في قصور حاد لازم تدخ عليه بسرعه خوفا من دخول الوزن الرئه والنتاج القلبي بخوف ما بتلحق. لكن قصور المزمن هو الاهم له مجموعه من الاطوار ممكن يكون لها عرضي كما كان في التضيق. تعتمد سرعه ظهور الاعراض على سرعة تطور آليات الحصول المعاوضة الفيزيولوجية. بس انكسرت المعاوضة فحصير عنها الأعراض على رأسها الزلة الألم الصدري والنافي خلافة عن التاجي الغشي. لكن الغشي في التضيق أشيع من ما هو في الحصول. قصور قلب في المراحل المتقدمة آلية تلاحظ آلية واحدة الأعراض واحدة الأسباب واحدة ما في شيء مميز. لكن في شيء مميز بالإصغائيات في المنبضات السريرية. خلينا نشوف أنواع النبض ذكرناها بالمحاضرة الأولى. كثير من النبض من أنواع النبض نشوف قصور الصمام الأبهري. أنا شفت أكثر من حالة فينا في شيء ما شفته. النبض القافز يتميز النبض هنا بصعود سريع في مخطط النبض وهبوط سريع. هذا بسميه النبض الوتاد او نبض مطرقة الماء كوريان. انا ما شفته بصراحه بقول لك يعني انت لما ترفع ايدك فاعد المريض حط ايدك على الكوبري بتلاقي يعني مثل خرير الماء تلاقي نبضه ضعيفه بعدين تجي قويه اسمه نبض وتاد او كوريان يعني انفتاح سريع ثم انخفاض سريع في الشرايين المحيطية. يعني هذا بروتوكولي بس انا ماشي. صدمة القلمة تحت الزحف واليسار في عندنا علامة ديموس علامة اهتزاز الرأس. مع كل نبضة بتطلع بتقل التروية اصلا هو كل يعني كل اضطرابات النبض رح نشوفها في قصور الصمام الأبهري نتيجة نقص التروية. رح تكون عندنا نقص تروية للدماغ تلاقي المريضة بهز راسه وفي عندنا حالة يعني شفتها كمان علامة بيكار نبض انقباضي واضح في الشرايين الشبكية أثناء فحص العين. علامة هيل
يكون الضغط الانقباضي لازم معرفة الشريان الانقباضي أعلى من الضغط الانقباضي بالشريان العضدي بحوالي 20 ما استعملوها. علامة دولزيس علامة طفة المسدس هنا نقولها هي عبارة عن نفخة مزدوجة انقباضية انبساطية عند الضغط على الشريان الفقري. علامة روبيس علامة كويكس مجموعة من العلامات. علامة كويكس هي علامة طفة المسدس هي أنا متخرج من هذا القناة بستشعر عند الإصبع فوق الشريان الفقري بتصير طلقة. كثير نبض واضح نبض في سرير الضغط يعني بشكل عام العلامات هي علامات نقص الإرواع دايما بس بتبع في مقاطع فيديو بنشوفها. علامة مولا علامة اللهاب هاي اللهاب بتهتز. علامة مولا بناخذها باقي كلهم بتهتزوا. العلامات كثيرة بروتوكولية بصراحة بس رح نفرجيكم بعض العلامات. هيك سؤال بيجي دكتور هاي العلامات صعبة تجي العلامات الأشياء هي رح تشوفها بالفيديو بحطوها كل أخصائيي القلبي تصوير. صار العرض موجود في عرض في عرض طبعا ما بس نمشي خير بس ما أخذ شيء نشوف الإيديولوجيا الغربية لفرجي هلا من بالنسبة لي في النورمال شو بيسكر الصمام؟ سكر مرتفع عالصة في الإبراهيمية بين الارتجاع عميلا حتى الروت الأبعد أو سيكيو دايليشن أصول توسع فلازم نحن نتبع على جزء هذا ممكن تلاقيه مارفان دائما مارفان أبهر كمان الأردانس كمان المدرسة الأولى سوار فحص كمان فحص بالذلك وحسين تضيط الأصول إذا إجاش الامتحان جسر الأبهر فيه توسع معناته لا خرب عبجينا ألم لاحظوا من الأبهر كمان المصدور ألم رتوية ولا انفكشن يعني أسباب حتى لو مسك الرأس ثلاث أسباب شائعة معناته حاضر عم يتوسع الرباعي الأيسر عم يصير تقارن في الجدار بالتالي صار في منه في دايليشن حسنا الضرب رح يزداد في البداية ثم يخفض بالتدريج غير مرتاح ضيق حتى عم يلاحظوا شلون ما يعرف رفع يديه تنقص حجم القدم لاحظ بعد يتوسع الرباعي ازداد قطر نهاية الانقباض صار عندي وزن زياد أعراض بصوت قلب في المراحل المتقدمة غياب الرشد المرء نفقة انبساطية والانقباضية دايستول انبساطية يعني نقطتين مميزات اللي اسمعهم ايش وضع الستريه هلا كمان آلية الفحص لازم تكون مجالس مسموعة نفقة قصور الأربع تسمع بالعيادات بسهولة المشاكل عارفين
لا حصلت الكثير من تحت الانتباه واللي صار لها سنة فيها على جهاز الطلب. أكيد راح يتجاب الأخذ مع بين الطرفين والعلمين والسلطين أي مضيب يمين واليسار. ازدياد أقول لك ازدياد الفرق ما بين عظم الانتباه والانتصاب أكثر من 60 علامة مميزة للمشروع. تمام أنا بحكيها لا. تشخيص كبيرو واحدة من الزنجات وهي طريقة كمان انك تشخيص المسار والعلاج لعلاج دوائي هون طيب خلينا نشوف هاي العلامة في الأظافر علامة ويبس سرير الكفر بلا ضعيف وضعيف ضعيف العلامات مفصلة مهمة هي علامة شائعة جدا أنا شايفها في التصوير الأغاري خلينا نشوف علامة ثانية اهتزاز الرأس طرش من المدينة هي علامة تصوير الأغاري مميزة خلينا نشوف علامة الجوهر طبعا علامة الجوهر كمان الواحد اللي هم في المسمى هذول ثلاث علامات شائعة تشوفون عن مرض الخطيرة. طب نرجع للمحاضرة. صار العرض ولا لسه؟ بيعرفوا؟ لا لما تطلع من الباور بوينت على البي دي اف اصلا صار. النفخة تعبر مدة النفخة أيضا عن درجة القصور كما في التضيق. في عنا نفخة انبساطية هي ميد دايستريك مارما أو نفخة أوستن فلينت. النفخة هاي هي نفخة فيزيولوجية تسمع بسبب تضيق التاج المرافق نتيجة ارتفاع الضغط ما بين الأيسر والأذين ما بين البطين والأذين وهالنفخة تغيب فيها صكة انفتاح وعلامة مميزة كثير هي نفخة أوستن فلينت. النفخة الثانية هي نفخة انقباضية تاجية. النفخة الانقباضية تنجم هذه النفخة عن زيادة الجريان نتيجة حجم الضربة القوية. هي نفخة انقباضية يعني الدم المتجه لما بيرجع للبطين الايسر بتسمعوا نفخة مميزة هي بتنفخ في الانقباض. اس 3 بنسمع. في عندي نفختين لازم اعرفها، النفخة الأساسية هي نفخة انقباضية في مرحلة الانقباض لما تحط السماعة على الوتر الثاني أي في أيمن القصر رح تسمع ارتجاع الدم بقوة للبطين الأيسر، فبنسمع نفخة انقباضية ولحن عالي كثير. لكن نتيجة ارتفاع الضغط في البطين الأيسر في مرحلة القصور رح يصير عندي تضيق صمام تاجي فيزيولوجي. بالتالي رح يصير عندي نفخة ثانية نفخة انبساطية، وأصلا اسمها نفخة مستمرة أو منتصف الانبساط، ميد دايستوليك. ممكن يصير عندي ارتياب شقاق، ممكن انسلاخ وتمزق. أحيانا اضطرابات في النظم، قصور قلب في المراحل النهائية، موت مفاجئ بنسبة قليلة 7.2%. صورة الصدر زيادة المشعر وتوسع في الأجواء تخطيطية علامة ضخامة البطين الأيسر اس عميقة في بي 1 بي 2 وار مسيطرة في بي 5 وبي 6 بي إيجابية بي 5 و 6 يعني ضخامة البطين الأيسر بليكو بنحدد آلية القصور شو السبب وشدة القصور ونحدد الأجوار وعلى رأسها خطة نهاية الانقباض والإي إف وخطة نهاية الكوسة. أنا جبت خطة نهاية الانقباض بعدين جبت الإي إف، إيش بده يشتغل؟ بترجع للتاجي، إيش كده بنطلب؟ رقمين الإي إف خطة نهاية الانقباض بس ونحط خطة نهاية الانقباض والانبساط خلافا لقصور التاجي.
طيب شدة النفخة حسب، إذا كان شديدة أنا بحسب حجم الدم المرتجع مثل الأبهر مثل التاجر. إذا كان أكثر من 60 مليمتر زلات الجهاز اللي يحسبوه بتعطيني قصور شديد. قديش كان حجم الدم المرتجع في الأبهر في التاجر؟ الشديد 60 مليمتر. 60 مليمتر. وقديش المساحة اللي بين اليسرى؟ المساحة تمتد من مساحة الأذين اليسرى. 60 جدا يعني. شديد أكثر من 60. متوسط حتى 45-60. خفيف تحت 40. بالعكس الأرقام هون عكسية. بل ترجع الباور بوينت بالظبط. عم نلاحظ حجم الارتجاع. طيب بس اشرح شو اللي عملوه. سبب ايكم شافوهم الولد. اذا اخذنا مقطع قصير مقطع طويل مقطع طويل العضله القلبيه هذا المقطع الطويل عم نلاحظ اخذ الجد لوين رجع الكلب؟ اتجاه البطين الايسر. فهذا ارتجاع. اذا كان الكلب او الجد اتجاه الابهر فهذا تطير. يعني في عندي سرعه جريان اكثر من 4 شديد اتجاه الابهر. لكن لما نرجع الجد لورا معناته في عندي ارتجاع اتجاه البطين الايسر. فاخذ القصر. خلينا نرسم شوي خلينا نتوضح اكثر. بهمنا كثير. انا اذا اخذت مقطع طويل على عضله فرديه راح اشوف بطين اليسرى تاجر. اي بطين اليسرى تاجر. أحسوك أبهاري أحسوك بطاية أنسى أحسوك بطاية أنسى أحسوك بطاية أنسى إن شاء الله في الضغطة. أنا سكت أهيه لين أنسى هذا أبهار هذا جزر الأبهار هذا الصمام الأبهاري هنا. أنا ما شفت بركتين، هو بيفتح كيك لكن في المقطع هذا طويل بشوف بركتين فقط. ما بشوف اللاهية، لكن في المقطع القصير بشوف ثلاث كاسر، ثلاث وريقات. فأنا ما شفت وريقة، رح تنفتح وريقة هيك، وريقة الثانية رح تنفتح هيك. الثانية بتطلع باتجاه المحيط. أنا سكرت التاجر، سكرت التاجر، اللي هو وريقتين. سكرت التاجر. إن سكرت التلبيش الآلي انضباط الانتصاب انضباط قال أنا وبين الجسم سكر سكرت برضه انضباط لازم أفتح مين؟ في الارتجاع الدم راح يطلع من بين الإسرائيل مش في الارتجاع المحيط راح يصير عندي ارتجاع راح يصير عندي ارتجاع هذا قصور. أنا بحسب بحسب أحسب مساحة الارتجاع فيني آخذ عرض الارتجاع تمام الجهاز وبحسب احسب مساحه في الجهاز بقول لك كميه الارتجاع دخلنا هون البطين كيف ما بطلع اكثر كم بالمية من البطين يعني على من هيك افضل لان هذا الايسر قديش ارتجع قديش صار عنده ارتجاع من مخرج البطين هذا مخرج البطين عندما تجاوز المخرج ولا في نص المخرج ولا بدايته إذا تجاوز المخرج شديد يعني كيف ترجع لبرا هذا مخرج البطين هذا مخرج البطين من هو له إذا الجد وصل له عيانين يعني شو بقول شديد إذا قبل المخرج متوسط ولا إذا بعده هو المرض الخفيف فيني أحسب مساحة الارتجاع عند الجهاز فيني أحط وأشوف الأطراف هذا ارتجاع أبلاحظ ثواني أبلاحظ بالارتجاع هذا الماوس سواه خمى بارد الصورة تحت ارتجاع شديد تجاوز المخرج كثير في الارتجاع هذا الجد شديد هذا المخرج من هون لهون تجاوز وصل لإفرق دبي هذا قصور شديد تسمع نفخات مميزة يعني بس مجرد هيك اطلاع شو مقطع طويل وقصير هون المقاطع اللي انتوا هاي باخذ مقاطع مميزة مقطع طويل كل ما زادت المساحة زادت درجة الوصول. هلا بتجيك الأرقام، طيب.
العلاج الدوائي امتى انا بعطي علاج دوائي؟ وهون في علاج دوائي كما في القصور الازهري تاجي اذا كان المريض عربي لكن الاي اف سوي. عند تطور سوء وظيفه البطين الايسر بعد الاي اف كويسه، لكن اذا بلشت الاعراض تتخربص انا اعطي سوء وظيفه انبساطيه خاصه سوء وظيفه انقباضيه اسف، تطورت اعراض قصور في البطين الايسر لازم ادخل عياده. عند وجود توسع في الابهر الصاعد يعني في جذر الابهر هاي من علامات ما كان نشوفها كثير لازم اتاخر هم داخل صراحه جراحيه. علاج الدوائي ايش الادويه اللي بتنعطى؟ كمان لازم نسالها. موسعات كيميائيه وعلى راس الهيدرولايزين والايس هذا بنعطيها كثير. حاصل بيتا تستطب عند وجود توسع في الابهر الصاعد اكثر من 5 سم. عند مرضى ما فهم انا محاصل بيتا يعني راح تفاقم الحالة بالأغلب في حاصل بيتا في القصور الأبهري لأنه أنت راح تزيد القصور الزيادة راح تزيد نهاية السبب نهاية الانبساط راح تزيد القصور أكثر لذلك لا تعطيها في القصور الأبهري. لكن في حالة الوحيدة بتعطي حاصل بيتا لما يكون في عندك الداء ما فهم توسع في جذر الأبهر عليكم جراحة قصور شديد مع أعراض قصور شديد مع أعراض كل الصمامة قصور شديد عند العربيين وسط الخطوات التالية لازم كل الجراحة أنت بس بروح أنا للتبديل يعني شديد عربي أو شديد غير عربي بشرط شديد عربي خلاص تبدل خلينا نشوف الشديد لكن غير عربي مع الموجودات السريرية مع موجودات الإيكوية قال الله أهم مؤشر البطين ليس متوسع وعلى رأس خطر نهاية الانبساط أكثر من 70 أكثر من 7 سم وخطر نهاية الانبساط أكثر من 5 سم كان عندي التاجي خطر نهاية الانبساط أكثر من 4.5 45 والأرقام كثير مميزة عندنا الإيكوية يعني أنت لما تكتب ايكو وتشوف مريض ما بصير تبعد عن مدى الجراحه الا يكون البطايل اكثر من 7 سم في نهايه الانبساط. اذا كانت الاي اف اقل من 50 قديش كان احتياجي؟ 60 فجاء المحل يخرب. انا كمان ببدل لما يكون في عندي تنادم مع فم راسي توسع في الابهر الصاعد. توسع الابهر الصاعد وجذر الابهر. هذول كلهم بدلوا. لما يكون عندي الصمام ثنائي الورقات والابهر متوسع اكثر من 5 سم دائما نحن بالايكو لما بصير عندك قصور صمام لازم نشوف جذر الابهر متوسع ولا لا هيك متوسع لازم صار اكثر من 5 سم جريمه اذا ما عرفت على الجراحه شيل الفيديو هذا كله اذا هذا سؤال كان نظري السنة الماضية. استطلابات العمل الجراحي لمريض عنده تضيق صمام شديد لكن لا عربي. فلازم نشوف قطر نهاية الانبساط، قطر نهاية الانبساط، الاي اف تاخذ جذر الابهار. الروت ضروري ضروري. الاليات اما تبديل او اصلاح ما بي. تبديل هذا القصور شيء مميز بالقصور لا اذا في عندك نفقتين نفقتين لازم اعرفهم والارقام في مساله عن القصور المساله ممكن تجي على الشكل التالي هعرض مساله هعرض مساله واحده خلينا نشوف شو هذا العرض كان السنة السادسة السنة الماضية أنا طبعا كتبتها بالإنجليزي لكن الدكتور جبار ما رضي قال لي إياك تكتبها بالعربي السنة السادسة السنة الرابعة سوريا الثانية يا رب نزلت خلاني أكتبها كلها بالعربي طيب خلينا ناخذ السؤال واحد
بقول لك 31 سنة قلت ما نجانا على رياضي من الحس السريري عنده بايكاستد هارت صماح ثمانية فضيع قصور حطينا فيه and severe aortic regurgitation قصور severe aortic قصور صماح أبهر شديد أشوف يا هكرا هذا عرضي ولا غير عرضي هيك بتحل المسألة ما بياخذ اي دواء وما في عنده اي مشكله غير عوض من فتره تساوى ايكو لكن بالفحص ما كان في شيء عنده مطلقه بس عنده بايكاست لكن في قصور بيعمل خلال 3 ساعات عملت خلال 3 ايام بالاسبوع وعمل مثلا ما في اي مشكله ما تغير عنده أي شيء على الجهد السنة الماضية على الخالص ما صار عنده أي عرض من الخفقان أو تشيسبي أو دوع غش بالفحص يعني في عنده مريض عنده قصور صمام أبهري شديد لكن لا عرض بس هيك بدي أعرف مريض مساوي سؤال بيعطي خلينا نساوي فحص للمريض وزنه كذا طبعا انا حكي هذا كله زياده اجانا بضغط 145 على 50 خلص هي قصور ابهري علامه مميزه يكون فرط الضغط ما بين انتقال النشاط عالي اكسسته كانت كويسه الرئه كانت صافيه ما في عنده نظام مريض مزاجي اس 1 كان طبيعي اس 2 كان طبيعي يعني ما في عندي علامات او اعراض عنده نفخه 1 على 6 انتباضية متوضع الجزء الثاني أيسر القص وعنده نفخة انبساطية 3-4 تزداد هم نفخة هاي متناقصة متناقصة بجريريو بجريف يعني ما في عنده أي وزن، عنده نفختين، النفخة الأولى شو هي؟ نفخة قصور انبساطية عنده نفخة قصور وهي نفخة انبساطية، وعنده نفخة انبساطية هي نفخة مين؟ انبساط التاجي ثانوية بالإيكو نفخة قصور انبساطية ولا انبساطية؟ انبساطية هل تفرقين؟ أنا شايف كمان في ستوريو انبساطية نفخة القصور هي نفخة انبساطية لكن نفخة تضيق التاجع القصور انطباطية ونفخة قصور الصماء لا نهاري نفخة انطباطية أثناء الانطباط بشكل نفخة طبعا لا في قصور في الانطباط تفشت الدم الصماء لا تجع شديد لا تسمع الانطباط خلينا نكمل بالفحص الايكو لحد الان في شيء مميز لحد الان في شيء فقط فيزيولوجي طيب خلينا بس هيدين بس خذوا الرقمين عامل لك عملنا له ايكو طلع عندك قطر نهايه الانبساط قطر نهايه الانتباه 5.2 سنتي 2 اقل من 7 سيستولي ديمنشن 5.2 قديش ال 7 اكثر من 7 ما بقول لك ما ازداد خلال الفتره الماضيه والاي اف عنده قديش؟ 50 اكثر من 50% طبيعيه بعدها برايك شو الخطوه اللاحقه؟ مرقبه نعطيه ميتابرولول ولا بنبدل الصماع ولا بنبدله لانه الاي اف نزلت ولا قطره لبنات الانبساط زاد ولا بنعيد الايكو بعدين؟ بنعيد الايكو بعدين ما بيسوي شيء مريض غير عارف يعني لازم تفهم انه عندك قصور صماء لكن الارقام بعدها محافظه ايش بتسوي مراقبه؟ ميتابرولول فقط لانه يعني اذا في عندي اعراض انا بس بدي افهمك شغله واحده انه في الصمامات لازم لما تشتغل
كان قلبي وجراحه وقلبي لازم يكون شديد لكن اذا كان عندك شديد وغير عربي توجه للارقام الايكويه 1 2 3 4 لكن شغله واحده حطها في بالك دائما من الناحيه العلميه والعمليه بيقول عندك قصور صمام شديد مع رجفان اذيني بحد ذاته في يعني خلص اصلا ما بصير اضطرابات النظم الا من المريض عرض عرض لوحده دلوقتي ان شاء الله الامتحان يكون جيد ما بنخوف ما بدعوا علينا ان شاء الله طبعا انا قصرت انا قلت لكم بحكي مع السادس وانا قصرت السنه الرابعه ما دخل كثير وما احسن نسوي استعجال بالشكل المناسب في بعض الشباب يعني اللي تعبانين على حاله الوجود كانوا بيجوا على المستشفى لكن الناس بس هو حظه مشوار بعيد وبس امتحانيا هلا في كثير من الخوف من القلبيه من هيك اول وحده واحد الصف الثاني الوحده قبل الاخيره المعروف ثاني قلبيه واحد القلبيه من الناحيه يعني فنيه يعني التنمية طالب الوسط والممتاز بحل نفس السوية بالتنمية أنا متأكد يعني أنتوا شفتوا أسئلة السنة الماضية سنة رابعة ما شفتوها؟ موجودة بس أنا ما بسربت بس سربت يعني ما بطلع أسئلة يعني هي بنك معلومات شفتوا أسئلة السنة الرابعة؟ تنمية شفتوا أسئلة السنة الثالثة يا كمان؟ أنا كان تنمية فتنمية مين نحلها؟ بحلها طالب الوسط والجيد والممتاز بنفس السوية ما نغير أنا أعطوه وضحها للطلاب طب الناحية الثانية في أسئلة بسيطة نحل الطالب حفيز كلها تحفظ مستعين لك واحد السي الثاني في أسئلة حضورية نحل الطالب اللي كان يحضر المحاضرة بس لانه انا اثناء المحاضره بحكي شيء بيجي ويا ما حكي دائما انا حطيت هلا 45 سؤال من 45 سؤال حكي 10 اسئله دردشه معك هي حضوريه لكن حضوريه هي كمان تكون فهميه احيانا تكون بسيطه الشيء الرابع المحاضره الاولى المحاضره الاولى المدخل يعني المدخل يا طالب الجيد او طالب الجيد يحط جدول يكتب متلازمه ماذا نرى فيها قلبيا فقط على كل متلازمه ما كان بشوف اصابع قويه وصوت متعدده وكذا وكذا لكن اسم شو؟ قصور صمام اظهر او تحت اظهر انا راح احط مجموعه من الملاحظات انا لما بشوفها لما بيكون المرض القلبي هو الاشع مفروض صمام اظهري لما بقول لك متلازمه ما بان بحط فيها بي اس بي شو رايك؟ خطا على الطالب جماعه المعادلات العاليه اللي بتحفظها متلازمه ما بان متلازمه دار ايش فيها؟ فيها اس بي لما اقول لك بادي قول لي لا ما راح اقول لك راح اشوف اصابه الصدق رقم 17 ما بعرف ايش هو الوجه وشني وما في طمس ما بعرف ايش انا هيك قلبي ايش بشوف فيها؟ هاي وانت لازم تكون ايش فيها؟ انا ايش بس بسوي؟ بحط متلازمة نونا فيها لها وهي فيها لها هون بقول لي 50 كلمة سبب وزعت انا خلصت هذا واحد هذا كان سؤال اجى من هنا سؤال اجى من هنا بس السؤال الثاني لما اقول نبض الثاني وين بشوفه؟ تضيق لما اقول
الفلاني بشوفه في الأظهر الفلاني بشوفه بس هيك تحول. أنا ما راح أقول لك والله نفحص مريض الثاني بحط السماعة على الورد الثاني بسمع اس 2 بسمع اس 3 والمريض بشطع سوي فحص السباق بفحص هذا عملي ما راح يجي أكيد لا لازم تفهم لا وجب أقول لك كمان في سؤال موجود بيه التاجر موجود بيه العملاقة موجود بيه التوريد بشوفه في 1 2 3 4 هذا اسمه تجميع خلال السنة أنت لازم تجمع أنت كمان لازم تعرف الشيء هذا لما لك الجي في بي بيزداد في فلان في ناس في فلان انت لازم تعرف الوداجي موجة الوداجي اللي بتزداد بالتفاصيل هذول 8 علامات يا شباب 8 علامات بسهولة صدق بنحفظ المحاضرة الأولى مو خلصانة هي صفحة بنحفظ خلال ساعة بس ساعة و8 علامات مضمونة والله فاكرين كويس طالب التعبان تم يحفظ يحفظ يحسن يحفظ ولا سؤال لكن طالب التعبان خلص حط الورقة ما فهم يشوف كذا 1 2 كذا وهي تروح معه كل اول طيب خلينا ناخذ محاولة ثانية أكمل ولا محاولة التخطيط حكما في سؤال عن الاسم حكما في سؤال عن الآخر حكما في سؤال عن الخوارج رح يجيك ثلاث تخاطيط شو موجود التخطيط التالي بتقول لي والله موجود ما راح اقول لك ار دي هذا ار دي لالي بس بتقول لي هذا اس بي دي طيب اذا ما ذكرت انا اس بي دي قل لي هذا اذا موجود ار دي يلا خلاص اذا ما ذكرت لك اس بي دي انا راح اعطيك نظم غير جيده لكنه انتظر السرعه فوق ال 150 طيب انا حسيت لك رجفات في رجفات خطا انت حصل رجفات وفي رفرفه وفي خوارج طبعا ما راح اقول لك رجفات راح اقول لك ار بي سي اس هيك عامل لك اختصارات ما نفضل لك بالعربي تعال لك يا سيدي ار بي ان ار بي على السريع طيب كم تقطع في هذا الجيب اثنين يا لكن من ضمن التخطيط في شوية نظر سؤالين اثنين سؤال يعني انت لما تجي دارة عقد الدخول اضحك عليه الدكتور حكى عليه 45 دقيقة يعني عيب ما بجيب سؤال مثلا بعد الدكتور لما بجيك مثلا على خوارج الارتباط الأذينية تجي هيك ما تسمع صرت معهم الدكتور الأساسية راح يجي اخباري الحكي هذا هو الأساس خلصنا روح على محاضرة السلسلة اللي محاضرة القصور محاضرة القصور أنا استرسلت فيها كثير حطيت 12 سؤال في مسألة لأي إف محافظة ومسألة لأي إف محافظة يعني الطالب ما راح يكلم ما يحلوها إذا ما حلوها تبقى الطالب حكى بالأمانة يعني هذا القصور ايش نجيب المريض سؤال يعني قصور على شاطر ايه سوية ايه محافظة ايه محافظة ايه سوية. إذا ما حليتها يعني إيش عندك خيارات دوائية هيك حكيناها ورسمناها والله إذا ما حليتها معك في 10 أسئلة بالتخطيط للقصور هي أسئلة نظرية بحتة إذا محاضرة القصور بصمة هي المحاضرة الوحيدة فيها بصمة أنا متأكد رح أقول المحاضرة الوحيدة فيها بصمة لأنه الخلل رح يكون على جزء من الكلام الخلل ممكن يكون على المركب الخلل ممكن يكون على الزائد او ناقص الخلل ممكن يكون على موجه لهذا انك تحل بس حالك حليت كويس لما تجي على القلبية تلاقي حالتك 60 تمام تكون انت متوقع 80 وانا بعرف نردات السنة الرابعة لما دخلوا ارباح 80 85 85
قلت له السؤال الفلاني شو حليته؟ قال لي شو طيب هي لو عايش بني بدي على كذا فقط ما طلع الرقم الفلاني شو مع انه ترى مبسوط فهي اخذ 65 مبسوط واللي شاف حرب بده ياخذ 70 حسب الماده الفلانيه لانه اخذ عليه 80 بس ما بنصح فانا كنت مدافع للامانه ما مطلوب عليكم ما مرة يعني أنا بقى يعني تقدمت صارتون أكثر بكتيرها أكثر من الشيادة لكن إن شاء الله بنعوض مستسلا لا ما نقص الصيدية كذا لا نزرع علينا كذا الصيدية المشكلة هن نزرع كل سنتين هاي طيب. RCS أصل إيش؟ جدتك حذافي مسألة مريض عنده ألم صار معه التخطيط الثاني هالتخطيط هذا ما راح أقول لك إصابة السجيات الجديدة هناك كذا لا هالتخطيط هذا في واحد شاء راح أقول لك في عندي قسطرة ما في قسطرة في كذا شو راح أسوي؟ أصرف على البيت أستشير أخصائي قلبية الطبيب ولا بسمعه ولا تعطيه دواء ولا تبعك على قسطرة ولا تبكي جزء من قسطرة اثنين المريض السابق تعلق المريض السابق بفرض انك اخترت الخيار الثاني بفرض انك اخذت الخيار الثاني هو خيار خاطئ او خيار صح يا هل تروح تعطيه دواء الفلاني ولا الفلاني ولا الفلاني ولا الفلاني من ضمن الأدوية المريض فيه سي أو بي دي بنتبه لازم تعرف في مضاد استطبابي ما بعطيه من ضمن المريض عنده نقرس لازم أعرف مين ما بعطيه أنت لما تقرأ المسألة اقرأ بهدوء مريض عنده نقرس مريض حامل مريض عنده شريان فلوي سنائي طلعين شريان فلوي مريض عنده جي اف ار منخفض أقل من 30% لازم يعني طالب كويس كم دواء عندنا يا شباب بالطبيعة 10% كل دواء استطباب ومضاد استطباب خفل من انا جايب من الادويه جايب 4 سنين على الاستطبابات ومضادات الاستطباب عشان اعزز لك تحفظها وتكتبها على ورق عشان لما تنسال والله يكون عندك معلومه نرجع التخطيط نرجع الار سي اس حكمه بالار سي اس يعني انا ايش بشوف بالار سي اس يعني اذا هو اهم مريض في الحياه وأهم مريض لازم أقارنه ما بعرف أقارنه ما اسمي أنا طبيب داخلية ولا طبيب سنة رابعة وسادسة طالب فأنا لازم أعرف إيش أطلب إخبارية ولازم أعرف أطلب تخطيطية ولازم أعرف أسوي في مقاربة عجب شو هو الترومبولين هو السيوستيكين شو الهيموجلوبين شو هو الإس جي أو بي تي أو تي إيش بالضبط إيش وضع الإخبارية عجب الرعب إذا طلع شو وضعه إذا انخفض شو وضعه صار يسوي شو هذا كله حكينا بالاسيوس حكينا بما طيب تمام راح احكيكم سؤال جاي مريض في شخصين بس في ربط مريض عنده الم صدري الالم صدري وضح لك انه اسيوس ايش معناته؟ النار صدر غير مستقل وسبين وين سبين ماشي هذا سؤال نظري بحت فهمي ايش وضع الخطرة على مستوى الشريان؟ ايش وضع الخطرة؟ العصير ايش وضع؟ حجب متمسكة مو متمسكة غطاء رقيق فيها شحن تفاعلت مع الصبيحات سوت عوامل فعل عوامل تخثر يعني بصمي هذا هيك بدك تتلقى طالب رقمي بصمي ابو مسكة بوقع الخطر فيه لانه فيه الشهر ان شاء الله الخطر أنا طبعا أذكر لكن أنت لازم تفهم شو وضع العصيبة شو وضع غطاء صار في الأحمر هون ولا لا جد أسألك يا ولد شو وضع سؤال سهل يعني بس سؤال فيني هذا العصيبة العصيبة اسمها العصيبة محطة القصور ما عاش قلت لها قليلا قليلا نرجع الصمامات صمامات اليوم المساء إن شاء الله أو بكرة أنا حطي جلسة خلاص حكما عندي مسألة عن القصور حكما مسألة عن القصور
على مضمونات يعني مثل ما حكى خبيرنا زي ما طبعا اسمه قضية رح اقول لك اسمك نفحة مع اس مع تخطيط والله عارف وين اسمك والله اسمك تحت له اشو هذا ينزل لي اشو هذا لازم اعرف النفحة وين ولوين تنفشل لوين ضروري اعرف لوين تنفشل انا ما راح اقول يعني الا مره سمعتها فوق الدوره الاولانيه ايش فوق الدوره الاولانيه هذا ايه هذا بس شنو لا تفهم طيب هاي تصوير طبعا الارقام يا بحطك مثلا في اف ان صار كذا يا بحطك عند النظام يا الحجم يا مساحه يا السرعه يا الفي ماكس جي ماكس جريدينت يعني يا حطك الفاقوري واحد منهم راح احطك فيه يعني بس راح يكون يعني هلا في شيء بالدراسات بتقول لك اذا كان الضغط المائي اكثر من 50 لازم باشا الجراحه، في ناس بتقول اكثر من 60 التحديث الاوروبي الجديد بيقول اكثر من 60 لكن التحديث القديم 50 انا على غير اكثر من 35 عشان ما تقول لي والله بيعطي بين هذا وهذا راح اقول لك رقم مميز يعني رقم انت بتعرف انه الضغط الرئوي بيساعد كويس بس تفهم الشيء هذا ما بدنا نحكي لك، نرجع الأسئلة النظرية. الأسئلة النظرية بس ما بدكش تحكي لك. حكينا. يا بدي أحكي لك شيء عن السوق الوظيفي. يا بدي أحكي عن الأسباب. يا بدي أحكي عن النفقة. يا بدي أحط لك مجموعة صمامات فيه نفقة 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 نفقة. فيه اس واحد اس اثنين اس ثلاثة اس أربعة. أقول لك الموجودات واحد اثنين ثلاثة عشان عندك كذا ولا كذا. ارجع للطالب الطيب بحب يداوي يعني انا مثلا اليك مجموعه من الاصوات القلبيه من خلال فحص مريض اس واحد مشترك محتل مع نفقه مارنا مسموعه على قمه القلب ماشي كان في عندي اس اثنين كمان مشترك ما قلت لك على حسابي بقول لك انت بتعرف شو الوضع صار عندك؟ صار عندك ستينوزس بالتاجر ماشي؟ صار عندك ستينوزس مباشرة انت بتربط المعلومات السريرية والفحص لهيك مريض وبضيع التاجر طيب بالنسبة للمريض السابق ما برأيك عمره 15 او 20 سنة ايش هي سبب الاعراضية؟ مثلا بس لا جايبكم هيك هذا هي القليل في مسائل دكتور نادر انا بعرف شلون بيجي بس دكتور نادر في عندي سؤال عن الفي اس دي سؤال عن اس دي سؤال عن رباعي فايرو مين المصرف ومين غير المصرف وقد ايش نوع النفخه لكل وحده وقد ايش الاقطار ومين الاشياء التخطيط على التعمير هذول التعمير حصر في سؤال تخطيطية ممكن علاج لأنه في شيء بالتعمير ما يصير علاج في عنده على عجلات عضو القلبية بيجي فيها مسألتين وأول سؤال بدون ما بتجاوبوا عليه أكل عضو القلبية ضخامة وكل سنة بيجيبهم يعني لأنه مرة شاع بقول لك لا كرة القدم عمره 26 سنة مشي رقم صار معه هيك بطل عمله هيك مشي عندك الخيار الاول موت اغاري لا العضله القلبيه ضخامه لما بيكون كبير في العمر شوي تكنس تضيق اغاري تضيق اغاري اذا ربيت خمسه مليون بحط اول سؤال بحط لي كليه تحت العضله القلبيه ضخامه في شغله انا حرقت فيها هو انا حطيت كل انا بنعدي يعني بس اخلص المحاضره بكتب فيها سنه للاسف طبعا كتبت في كل محاضره بنزل 10 اسئله باخذ اثنين ثلاثه واحد وسط واحد جيد واحد عالي من كل محاضره وانا في الشهر اللي فيها رح اصلحها انه انا اول محاضره مثلا اول من اسئله المحاضره الاولى بعد المحاضره الثانيه بسؤالين ثلاثه بعد المحاضره الثالثه لا هيك سهلت عليكم لما بتحل الكاركتر
سلسلة القصور. مرتبين. هذا غلط الطبيب. غلط يعني. بس راح أعدلهم يعني. أنت تحب لما تشوف مسألتين ورا بعض أنت بسلسلة القصور ما لك وصلنا لها. تخطيط لك علي تخطيط حكم الواقع. مربع صغير واضح وكبير واضح. خمسة. دكتور بخصوص هذا القطارة ما حكيت شيء. ضغط على سؤال أول إشارة بسيطة. جدول الأدوية. طيب محاضرة الضغط. أتمنى محاضرة الضغط تاخذ معك الوقت. لأنه أنا رح أجيب حكمة. يعني ارتفاع درجة الشروط الجولة بين الثالثة الرابعة الثامنة الرابعة بين الثالثة الإمرجنسي أو أورجنسي. انت رح تاخذ معك وقت حيطلع لك مجموعه من الارقام كل رقم عكس التالي ممكن في رقم صح بالجزء الاول لكن الرقم الثاني خطا فصار كله خطا ممكن هذا صح هذا خطا ممكن اثنين خطا ممكن اثنين صح فانت ايش بتسوي رح تنسى بعد رح تنسى رح تفتح لك الصفحه هون جد سوي عالي سوي هذا السؤال ضغط تركه اخر سؤال ياخذ معك وقت ثاني لانه هن خمس خيارات كل خيار بده 30 سنه 5 ب 30 150 ثلاث دقائق ثلاث دقائق اكمل لك سؤالين اتمنى ان سؤال الضغط الجدول انا احب الجدول اتمنى سؤال الجدول تحطه اخر شيء يعني السنة الثالثة يكونوا الجدول أخير معهم سبع دقائق طبعا هن ساعدوا الجدول فبيكونوا بصراحة قلت له هذا المتصرف كل واحد يرسم مخطط طبعا كذا 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 فأنت الطالب السكن يحط الدفاع بده يصير درجة أولى ثانية ثالثة يحل على السؤال طيب أسئلة الضغط أسئلة الضغط شوية دوائية نعم جبلتها دواء استخدام غلط وأسباب الشائعة للضغط وقت الفحص قبل وقت الفحص انا معاني بعض السنين الرابعه سنين يعني أنا إن شاء الله أتمنى ساعتين أتمنى إن شاء الله وصلنا فكرة ولو إنه مقبول يعني قلبيا تكون ذخيرة لعلكم السنة الخامسة والسادسة بكرة حضرات السنة الخامسة مداولة سريرية السنة القلبية كثير حكيتها أربع محاضرات لي وكثير حلوين وراح تفهم القلبية السنة الخامسة شوي حتجوا على السنة السادسة وأنا متأكد حيكون عندكم ذخيرة أحسن من طبيب طبيب عام صار عم يشتغل 20 سنة. بتحدى هلا أي طالب فيكم مع طبيب عام عمره 60 سنة بسأله سؤال قلبية، كل سؤال قلبية رح تجاوبه بسهولة. لأنه ما رح يعرف شو معناته القصور الصمام، وش مساحة الصمام، وش وضع القلب، وش شو الـ وش الـ وش الـ SVD، ما رح يعرف إلا هذه السبب. لكن أنت لازم تطلع. هذا كله يتكرر استخدام. أتمنى أن وصلت رسالة كويسة. ما قصرت حقيقة. سامحوني إذا أخطأت معكم. سامحوني إذا سألت أحد منكم. إن شاء الله ما أخطأكم يا رب. السلام عليكم. إن شاء الله.